كما شفتوا احنا درنا العمل يعني بلا منحدر تاع شباب راك حتى هنا المدخل تاع مدينه بليده وين دوك حتى المقدمه باش انا نريح شويه السبرين يعني عملت ايفور كبير باش ندخل هنا لبليده يعني ما خيبليش لاني هو الدراج الامريكي ما حبش يسمع في المرتبه الاولى يا صاحبي دوك يعني قال لي لازم تريح باش نسترجع شويه خويا ندير بها السبرين اليوم السباق صعيب بزاف خصوصا في الظروف هذه الجوية تاع الشتاء والريح والبرد الحمد لله شوف سلكناها شويه جزء